امنوا بيا اللاعبين، امنوا بيا واش نقول لهم، امنوا بيا اللي نقول لهم في البون دو توش. مثلا لعبنا في الرباط، في الرباط ما تسمعش، ما يسمعكش الجوار الضغط، الصاد كاع يصفر بالصفاره، الصاد كاع تو لو ستاد ما تسمعش واش يقول لك الجوار. قلت لهم انا قبل الماتش مثلا قلت لهم اي اري يكون، اري يكون كورنر يكون كوفرو يكون، واحد فيكم يشوف على الاقل يشوف البون دو توش، يشوف فينا اوبا اون بو دوني ديز انستركسيون. كلمه كلمه تسلكك، تسلكك من المصيبه يعني. ولو لذا نظن ان بنينا واحد الفريق. نعطيك خلاصه كلمه باش تفهم الفريق اللي بنيناه واش يدير. اللاعبين ديال اللي عندنا تقولوا روح كسر الحيط هذاك، يروح يكسرو ويجي يقول لك علاش قلت لي كسرو كوتش، فهمت؟ يدير المهمه ديالو ومن بعد يجي يسولك علاش بغيت تكسر الحيط. فوالا سي سا، هذا ليكزومبل باش تفهم كيفاش كانوا اللاعبين اللي عندنا. اي بوي خو الجمهور اللي وقف معنا، والالجيري بروفوند اللي وقفت معنا، والعاصمه كامله هي بلي سيبورتر ديالها بلي 5 مليون ولا 6 مليون اللي موجودين فيها، والجزائر كامل تاع الظل وتاع الاخرين اللي وقفوا معنا. اوسي خو يا با يا با حوايج اللي تقولهم اكثر من اللي تبارك الله عليكم، والله يكبر فيكم ويكبر شانكم وفريمون. اي سورتو لي سيبورتر لي زوسميست اوسي كانوا في المستوى الكبير.